ننتقل بك إلى التيار، وفيها نقرأ: مسؤول بالتفكيك أمر قبض في مواجهة محافظ المركزي حال الاعتراض. كشف مسؤول بلجنة تفكيك نظام 30 يونيو عن صدور توجيه رسمي بتنفيذ قرار اللجنة اعتبارا من صباح اليوم، وأضاف أن قرارات لجنة التفكيك وفقا لقانونها تعتبر نافذة ولا يعلى عليها. وجزم المسؤول بأن قرار لجنة التفكيك بخصوص إنهاء خدمة موظفين ببنك السودان من منسوب النظام البائد ستنفذ، وفي حالة امتناع المحافظ تنفيذ القرار سيتم القبض عليه وفقا للقانون وبعقوبة لا تقل عن 10 أعوام، مبينا أن إجرائيا لا يحق ولا يصح لمحافظ بنك السودان الاعتراض على قانون نظام التفكيك. كيف يعني تقرأ هذه المشكلة بنك السودان مع قرارات لجنة التفكيك؟ هي المشكلة الآن انتهت طبعا بعد صدور توجيه رئيس الوزراء لمحافظ البنك المركزي بتنفيذ قرار لجنة التفكيك التمكيني. انتهى الأمر يعني ليس يعني حتى نعمل فلاش باك يعني نتعرف على أس هذه المشكلة. هي المشكلة إنه حسب رؤية محافظ بنك السودان أنه جاءت ورقة غفلة زي ما بقولوا من التوقيع والختم، بالتالي لم يتعامل معها. الآن أعيد ترتيب الإجراءات في ظني، وطبعا مسألة صارت ضجة كبيرة، لكن رئيس الوزراء أصدر توجيهه بإلزام محافظ البنك المركزي أو أن يلتزم محافظ البنك المركزي بما اتخذت من إجراءات حيال عدد من منسوبي بنك السودان. ظني أنه محافظ البنك المركزي سيلتزم. يعني ماذا يعني تدخل رئيس الوزراء في توجيه محافظ البنك المركزي في مثل هكذا قضايا؟ إجراء طبيعي يعني. نعلم أنه بنك السودان يتبع لرئاسة الوزراء، ولا لا يعلم بأن اللجنة تتبع لحكومة الفترة الانتقالية؟ من ذا لا يعلم؟ المحافظ يعني هو يعلم. المحافظ أنا حسب ما توفرت لدي من معلومات أن المحافظ يستند على حجة أن الأوراق التي أنه لم تأتيه وثيقة رسمية بهذا المعنى يعني. هل هذه الحقيقة برأيك؟ هذا ما قيل على كل حال. ماذا لديك من معلومات يعني؟ هذه هي المعلومات التي لدي. حجة المحافظ أنه لم تأتيه مخاطبة رسمية بهذا الإجراء، بالتالي هو تجاوزه أو لم يلتزم بتنفيذه. الآن في تقديري سيلتزم يعني. هناك خبر اليوم طلعناه في صحيفة الصحيحة عن ربما يستقيل المحافظ، كيف تقرأ مثل هكذا أخبار في هكذا قضايا؟ والله أنا لا 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 أتصور يعني أن يستقيل المحافظ، ليس هناك من سبب يعني. موقف الأول طبعا يعني هناك ما يقال عن أنه هنالك بعض العناصر من داخل البنك المركزي أثرت على موقف المحافظ لمن تتبع هذه وأن العناصر، وأن الذين اتخذوا الإجراءات نفسهم كانوا ضمن المحالين للتقاعد يعني ضمن قائمة لجنة التمكين يعني. لكن الآن بعد أن تم تصحيح الأمور وبعد أن تلقى محافظ البنك المركزي توجيها من السلطة التي يتبع لها، لا أرى سبب الاستقالة. طيب يعني هنالك في الخبر أمر قبض في حال الامتناع، كيف تقرأ مثل هكذا قرارات وأوامر قبض لمحافظين ومدراء مؤسسات يعني؟ ما هو قال لك أمر قبض في حال لم ينفذ، مش كده؟ صحيح. ماذا قال؟ ده قانون يعني، ماذا الاجتهاد؟ هذا قانون، قانون ينص على ذلك. لا يحق له ولا يصح لمحافظ بنك السودان الاعتراض على قانون نظام التفكيك، هذا ما ذكر في الخبر. لكن يعني كيف يمكن الخروج من مثل هكذا مشاكل؟ يقول آخرون لابد من الجلوس مع مدراء المؤسسات الذين أتت بهم الثورة مثل لجنة التمكين لتمثل قلب الثورة، والجلوس معهم من ثم إصدار قرارات وتوجيه المدراء، ماذا تقرأ؟ وشوف، هي طبعا في إشكالية. طبعا نحن نعلم أن هنالك مجموعة من لجان التفكيك التمكين الفرعية التي تعمل داخل المؤسسات بعلم مدراء المؤسسات وبمباركة هؤلاء المسؤولين، وهنالك حديث كثير عن أن هذه اللجان الفرعية تدير مشاورات واسعة داخل مؤسساتها قبل أن ترفع قراراتها وتوصياتها إلى لجنة التمكين. بالتالي الحديث عن أن لجنة التمكين لا تستشير المسؤولين في المواقع المختلفة في ظني حديث غير دقيق، لأن التشاور يكون تم في مرحلة سابقة يعني.